يا بنتي يا اختي يا الشابه يا بنتي، واش في رمضان وتلبسي داك اللباس تاع الكولون وتخرجي في النهار تاع رمضان والشباب صايم ويشوف فيك؟ تفلسي الصيام تاع الشباب وتفلسي صيامك ويلعنك الله والملائكه والناس اجمعين، لانك تعينين والعياذ بالله شياطين الجن والانس على افساد صيام الناس. يا بنتي يا بنتي، هذا نداء لاخواتاتي لمواتي لخالاتي لعماتي، كيف لا يستحيين في ايام رمضان حيث تفتح ابواب الجنه وتغلق ابواب النار وتصفد الشياطين ان تخرجنا عياذا بالله. يعصف ريحهن كاسيات عاريات، ما تحشموش ابنتي، غيرتي عليكم وخوفي عليكم يا بناتي، ما نغشكمش، خايف الله يستر يا ربي تدي الاثم ديالك والاثم نتاع اللي فلستي له صيامه. يا بناتي هذه الاولى